دنيا باتما تدخل على خط أزمة سعد المجرد وأشرف حكيمي. إليكم التفاصيل. على ما يبدو أن أزمة سعد المجرد وأشرف حكيمي عادت بدنيا باتما للماضي وما عانته جراء أزمتها في ملف حمزة مومبيبي. دنيا باتما تساند أبناء بلدها بكل قوة وتؤكد على براءتهما من التهم، وأن ما حصل معهما ما هو إلا نتيجة مؤامرة كما حصل معها سابقا، حيث حكمت بالسجن رفقة شقيقتها ابتسام، وهذا ما قالت. أنا يمكن إحنا أكثر عائلة باتما حاسة بعائلة سعد المجرد، لأنه مرينا من نفس الأزمة ونفس المؤامرات اللي مر بها. أنا كنسميها مؤامرة لأنه كنعرفوا أخلاق، يعني ولات هاد الحرب ديال أنه هذا اغتصب أو هذا در. يعني لاحظت حاجة واحدة، أنه دائما اللي كيرفع الدرابو ديال البلاد خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن تيبغيو يهرسوه. كيما كذلك عنده لي فان ديالو كبار واسعين في المغرب وخارج أرض الوطن، وكنتمنوا على الله يفرجها عليه إن شاء الله يا رب. وفي سياق متصل، وبعدما حكم سعد المجرد بالسجن لمدة 6 سنوات سجنا نافذا بتهمة الاختصاص في انتظار حكم الاستئناف، وبعدما روجت دنيا باتما لجديدها الفني منذ مدة، أعلنت عن تأجيل طرح أغنيتها الجديدة بعنوان زيديني احتراما وتضامنا مع صديقها وزميلها الفنان سعد المجرد. وخلال مقابلة صحفية على هامش حفل فني أحيته بمدينة طنجة يوم السبت، صرحت دنيا باتما قائلة: كنت سأطرح الجديد هذه الفترة، لكن نظرا للظروف الحالية التي يمر منها الفنان سعد المجرد لم أستطع فعل ذلك، والوقت داهمنا، كما أن الأغنية لن تحظى بالاهتمام الكافي. وأضافت مشوقة جمهورها: سيتم طرحها في العيد إن شاء الله، وبهذه المناسبة أوجه رسالة لسعد، أتمنى من الله أن يفرج عنه هذه المحنة وأن يصبر أهله وزوجته، كلنا معه وجمهوره ينتظره دائما. ويشار إلى أن الفنانة دنيا باتما انضمت في الفترة الأخيرة إلى لائحة الفنانين الداعمين والمساندين للفنان سعد المجرد في محنته.